موجز الأخبار من التناصح، أهلا بكم. قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني إنه من المستغرب سكوت أهل المنطقة الشرقية على جرائم حفتر. فضيلة المفتي في برنامج الإسلام والحياة قال إن عهدنا بأهل البادية أنهم لا يقبلون انتهاك الحرمات، فما الذي جرى في هذه الأيام؟ مضيفا أن الخزي والعار في الدنيا والآخرة أن يرى الإنسان حرماته تنتهك ولا يفعل شيء. وأضاف فضيلته أن ميليشيات حفتر أرادوا التنكيل بالجثث ليرهبوا الناس، ولكنهم فتحوا على أنفسهم أبواب جهنم، محذرا أهل بنغازي والمنطقة الشرقية وأهل ليبيا عامة من السكوت، قائلا إنه يخشى عليهم من عذاب أليم. على ما يرونه الآن يفعل بأبنائهم وبنسائهم. استنكرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الإنقاذ الوطني ما جرى في مدينة بنغازي بين أبنائها وثوارها وبين ميليشيات الكرامة التي ثبت أنها ميليشيات مجرمة لا تتورع عن ارتكاب الأفعال المشينة والجرائم المستبشعة. وأضافت الهيئة في بيان لها الأربعاء أن ارتكاب تلك الميليشيات لأعمال قتل وحرق ونبش للقبور وتمثيل بالجثث مشهد لم يعرف له التاريخ مثيلا، مما يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء المجرمين لا علاقة لهم بجيش منظم له أهداف سامية ومقاصد جليلة. قضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس في جلسة اليوم الأربعاء بوقف تنفيذ اتفاقية الهجرة غير الشرعية المبرمة بين الرئاسي المقترح والحكومة الإيطالية مطلع فبراير الماضي. وأكدت مصادر من المحكمة أن الحكم قد صدر وفي الشق المستعجل بوقف نفاذ الاتفاقية إلى حين الفصل في موضوع الدعوة، وذلك بناء على الطعن المقدم ضدها، كما حكمت المحكمة باختصاصها في نظر الطعن المشار إليه والمرفوع لها بتاريخ 8 فبراير الماضي من قبل عدد من المواطنين والحقوقيين والقانونيين. يشار إلى أن المحكمة كانت قد أجلت النطق بحكمها في الطعن يوم الأربعاء الماضي على خلفية الاشتباكات التي دارت بطرابلس. قال الناطق باسم مديرية أمن الزاوية نبيل البراوي إن الطريق الساحلي الرابط بين الزاوية وصياد تم افتتاحه، مؤكدا وجود ترتيبات أخرى لافتتاح الطريق إلى جنزور. البراوي وفي تصريح صحفي قال إن إعادة فتح الطريق تم بعد الاتفاق بين اللجنة المشكلة من أهالي الزاوية وورشفانة على إزالة الكثبان الرملية وتأمين الطريق. وأضاف البراوي أن عمليات التأمين تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمناطق، حيث تتولى كل مديرية حماية وتأمين المنطقة الواقعة فيها. يشار إلى أن الطريق الرابط بين جنزور وورشفانة مغلق منذ فترة طويلة لأسباب أمنية. أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن انزعاجها وقلقها البالغ حيال تصريحات وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي الاثنين الماضي بوجود توجه لإقامة معسكرات للمهاجرين في ليبيا على هامش أعمال اجتماع دول شمال وجنوب المتوسط حول الهجرة في روما. بيان لجنة حقوق الإنسان اعتبر تصريحات مينيتي تعديا وانتهاكا صارخا ومتكررا من جانب الدول الأوروبية لسيادة واستقلال القرار الوطني وسيادة واستقلال ليبيا. وأبدت اللجنة رفضها لهذه التصريحات ولأي محاولة تهدف إلى توطين المهاجرين واللاجئين في ليبيا لتصدير أزمة اللاجئين والمهاجرين إلى البلاد خدمة للمصالح الأوروبية على حساب المصلحة الوطنية في ليبيا. الآن حلقة جديدة من حوار المساء من تقديم الشيخ عبد الله الجعيدي، متابعة طيبة.